أهلا بكم متابعي الكرام. الرحلة اليوم شوية مختلفة، لكن نطمنكم بأنه فيها أكل وتجوال واستكشاف أيضا لقصص وأماكن جديدة. فالحياة كلها تجارب وتعلمات. سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب. جوج دقائق متابعينا الكرام، بقات جوج دقائق ونوصلوا لبوطروش. الوجهة أقصى الجنوب، قطعنا إلى الآن قرابة 4 ساعات تقريبا. حادثة سير مباشرة ورغنحتين ياك؟ ما كاين لا 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 صافي صافي. غادي نمشيو لواحد البلاصه اللي شويه بعيده في الجماعه ديال اي ترخه. غادي نفوتو من دابا شويه، غادي ندخلوا الجماعه ديال تيغيرت وغادي نفوتوها باقي في اتجاه جماعه بطرش. هاد الجماعات هادو الا قلتهم، جماعه سبت النابور، جماعه اي ترخه، جماعه بطرش، جماعه تيغيرت، وزيد وزيد حتى توصل للجهه الاخرى ديال الجبال ديال سوس. هاد الجماعات كلهم كيعانيو من الفقر ومن الهشاشه، وجماعات اللي كيعانيو من حده الجفاف بشكل كبير. وعندما تستفحل التساقطات هنا وما كتطيحش، فكيكون حده ديال الجفاف كتكون هنا كثيره بزاف، والاكثريه ديال الناس ديال المنطقه هذه كلهم هاجروا لوجهات اخرى. كاين اللي مشى لخارج المغرب، وكاين اللي مشى للمناطق الساحليه للمغرب. جماعه اي ترخه متابعينا الكرام، مرحبا بكم في المركز القروي لجماعه اي ترخه. هذه جماعة قروية كتبعد على مدينة تيزني تقريبا واحد تكون واحد 60 كيلومتر، وتقريبا كتواجد بالقرب من جامعة تيغيرت. يعني هذه تابعة لجهات واد نون. هذه الجماعة هذه اللي معروفة بها، كاين شوية الصهد، يعني الإنسان اللي جاي لها يعول على شوية الصهد وشوية السخونية، لكن ناس طيبين، ناس جميلين، ناس اللي عندهم واحد نوع من القيم الجميلة والكرامة، وتيرحبوا بالزائر وتيرحبوا بكل واحد جا عندهم. يلا مرحبا بكم في جماعة اي ترخة، الاثنين اي ترخة. نسير بعدها باتجاه جماعة بطروش. هاد لالا يمنى، هذه اول مره نجيو عند هاد السيده، هذه لالا يمنى كتستقبلنا في دارها مسكينه. الله يجازيها بخير. الله يجازيها بخير. اذا الحاله فهي ضعيفه جدا. بسم الله عندكم؟ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أيا يا 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 غنا غير قال لي فلور غاز غير يبقوا يصحى وين يبرد بقى غير يبقوا غير راه لي غراس نسوا، ولكن غير دري يا غير دري قنصا غير دري قن صافي الله يحمي. اما الباب من برا وغدرتي لا هو الباب من برا نتا انا نظام من برا هو نكراتك سكر غنيت دابا هي عندها هنا دير كوزينه، هنا غدير بيت، وهنا غادي تسد، هنا تواليت، هنا دوش. الحمد لله والله العظيم. الى القصه اللي شفت دابا مبكيه جدا. الحياة هنا صعبة للغاية، لكن بعض الناس يتأقلمون مع الوضع ويستطيعون تكسير الظروف وحواجزها الصعبة وتكييفها وتحويلها للأفضل. إنها الحياة المثالية في المغرب. بعدما فرغنا من جماعة بطروش وصلنا طريقنا جنوبا إلى أن بلغنا منطقة تغجيجت، وأهل تغجيجت أهل كرم وترحاب، رحبوا بنا واستقبلونا على أفضل نحو. صدقوني، هل أحدثكم عن القطبان أم عن الطواجن المطبوخة على الجمر منذ الصباح حتى صار لحمها يتحلل بسرعة؟ إي والله من الأفضل أن أصمت ما دامت الصور تخاطبكم. يا الله.